مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو Read to Earn؟ ما هي ميزات Read to Earn؟ ما هو Read to Earn؟ Read to Earn هو تطبيق نمط حياة Web 3 يحتوي على عناصر Gamify وSocialFi مضمنة. تم تطوير Read to Earn بناء على نشاط يومي أساسي يمارسه معظم الناس القراءة. نحن أول مشروع ينجز بشكل فعال مفهوم القراءة والكسب الوظيفي. ما هي ميزات Read to Earn؟ يمكن للمستخدمين إعداد NFT لأنفسهم في شكل كتب. يمكن للمستخدمين الحصول على رموز اللعبة من خلال قراءة الكتب ذات السر، ويمكن استخدام هذه الرموز المميزة إما في اللعبة أو تحويلها إلى نقود. يهدف Read to Earn تشجيع المئات وآلاف الأشخاص على قراءة وإنشاء DAO لبعض الأدبيات باعتباره محتوى الإدارة. تستخدم Read to Earn سلة من العملات المستقلة المربوطة بالعملات الورقية مثبتة خوارزمية من خلال عملتها الاحتياطية لتسهيل المدفوعات القابلة للبرمجة والتطوير. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.